ازيكم يا مواليد برج العذراء؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج العذراء: توقعات السبت الموافق 11 مارس 11 اذار 11/3/2023. يوم السبت بيجيب لينا بداية جديدة فيها تطور فكري اكتر، في خطط. النهاردة هتبقى حلوة جدا اننا نقضي جزء من يومنا حتى مع اسرتنا او حتى مع اشخاص قريبين مننا. هيجيب لينا النهاردة مشاعر هتبقى متعلقة بامرأة تعتبر قريبة مننا، خاصة في الفترة دي. هيجيب لينا يوم السبت كتير من الأخبار الحلوة، حتى لو كان بمكالمة هاتفية بس، بالنسبة لينا هتبقى مهمة جدا. هيكون البيت النهاردة مكان مناسب جدا لو حبينا نرتاح ونلاقي نفسنا فيه. في حركة في المرور النهاردة بالنسبة لينا، في حشود كتيرة هنقابلهم في الشارع، فخلينا مستعدين ليهم لأنه السبت هيجيب معاه أخبار حلوة. هنلاقي فيها أموال مش متوقعة بالنسبة لينا هتبتدي تظهر، نبقى مستعدين عشان نتقابل بيها ونبقى مبسوطين بيها ونعرف نستثمرها. بالنسبة ليوم السبت لازم تبقى بتحاول توفر لنفسك راحة عاطفية وروحية أكتر ليك، خاصة لما تبقى متواجد في البيت. لازم يبقى عندك قبول لشوية مخاوف ممكن تبتدي تظهر. المخاوف دي ممكن تبقى بتخص حد من أفراد أسرتك بطريقة تعتبر فيها فلسفة شوية وهدوء شوية. لازم تعرف تتصرف ازاي بشكل يبقى عقلاني أكتر في مواقف محددة بعينها. هيكون في كتير من الأشخاص اللي بيبقوا مبسوطين جدا بحاجة جديدة، في معظم الوقت ممكن تبقى مادية أو مالية بتبقى بتفرحهم. هيجي لك النهاردة حاجة من راجل أو حاجة ليها علاقة براجل في يومك ده. هيكون عندك يوم السبت يوم مناسب جدا لو حابين تتسوق، لكن لازم ما تفرضش في انك تنفق على حاجات مش ضرورية. لازم يبقى اليوم في حدث مهم، في اخبار، في تجربة هتبقى بتتعلق بصبي صغير او حتى شاب في اسرتك. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.